كتب صحفي. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهتكون دلوقتي معنا فقرة الصحافة مع الكاتب الصحفي محمد زكي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. صباح الخير ونهارك سعيد. صباح الخير. عايزين نستعرض مع بعض أهم أخبار النهاردة وبعدين نقول كل خبر بتفصيل، ماشي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. طيب الخبر الأول من الأهرام، تفكيك حكومة ترى، تفريق عز وعزمي ونظيف والشريف وسرور على سجن ترى والمرج وأبو زعبل وجمال وعلاء بملحق المزرعة والفقي بالأناطر. الخبر الثاني جريدة الشروق الصفحة الأولى، أخيرا مبارك يستعد للانتقال لمستشفى سجن ترى. الخبر الثالث المصري اليوم الصفحة الأولى، لجنة تقصي الحقائق تجمع أدلة المؤامرة، مذبحة بورسعيد مدبرة بعناية. الخبر الرابع المصري اليوم الصفحة الأولى، الاستشاري يهدد بتعليق جلسات إذا رفض العسكري تبكير الرئاسة وتطهير الداخلية. خامس خبر من الأهرام الصفحة الأولى، مصر تصر على إقضاء جميع المنظمات الحقوقية لإجراءات القانون. الخبر السادس المصري اليوم الصفحة الأولى، الإخوان متمسكون بجدول العسكري ونجهز مشروع دستور لتسليمه إلى الجمعية التأسيسية. الأهرام الصفحة الأولى، للمرة الثانية عشر تفجير خط الغاز الطبيعي المتجه إلى الأردن وإسرائيل. يعني الأخبار كلها، إحنا في يوم لا زالت الثورة في المرحلة الثانية من الثورة برقت يعني منذ أيام، وكان من أحد مطالب الثوار في هذه المرحلة اللي مضت هو يعني نظرية تفرق تسد، يعني بحيث إنه يحط قيادات الرموز في النظام السابق في سجون متفرقة يعني. وللأسف الشديد احنا قاعدين بنضحك على بعض، لأن الثورة كان لها مطالب محددة. كم صرخنا كتير جدا في الفترة الأخيرة نقول فرقوا قيادات رموز الحزب الوطني، ولما جت أحداث بورسعيد برقوا يدركوا أن فلول الحزب الوطني أو جمهورية ترى بتدير الدولة من بره، يعني من جوه سجن ترى أو بورت ترى بيدير هذا النظام، بيدير البلد، وما حدث في مذبحة استاد بورسعيد يؤكد ذلك، وفلول الحزب الوطني أكدوا ذلك. فكان هناك مطالب من الثورة، كان استجابة سريعة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ولهذه الاستجابة. الاستجابة فين؟ احنا كان مفروض من أول يوم تم القبض على هؤلاء الفاسدين في سجون متفرقة. اللي ما يعرفوش يعني السادة المشاهدين، عايز اوضح لهم حاجة. منطقة سجون ترى منطقة اسمها المنطقة المركزية، المنطقة سجون ترى لوحدها فيها 7 سجون. المنطقة المركزية بما فيها سجن ترى وابو زعبل والمارج وكل ده اسمها المنطقة المركزية، هم حطوهم او وزعوهم على المنطقة المركزية. من النقطة انه حطوا جمال وعلاء مبارك بملحق المزرعة، يعني اتنين مع بعض. وهيجي الاب، ده اللي هيقودنا للخبر الثاني اللي نشرته جريده الشروق اليوم، اللي هو مبارك بيستعد للانتقال لمستشفى سجن ترى. يبقى ان شاء الله دوله بابا الرئيس واولاده واعوانه الفاسدين موجودون في مكان واحد، يعني قص الفساد هينتقل، احنا لو فرضنا هينتقل الى هذا المكان الى سجن او مستشفى سجن ترى، هيبقى بقى بابا الرئيس او دوله بابا الرئيس، وده اخطر ما فيها. احنا عايزين نطالب كشعب او كمواطن، انا بعبر عن الشارع اللي في الشارع المصري في هذه النقطة، ان جمال وعلاء مبارك ما يقعدوش مع بعض. جمال وعلاء مبارك كان مكانهم الطبيعي هو سجن العقرب، هو سجن شديد الحراسة، ويكون بعادين عن بعض، ما بقاش جنب بعض. احنا عايزين نفرق. انا كنت اتمنى جمال مبارك يبقى في سجن المرج مثلا، وعلاء مبارك في فطورة زي ما هو. ما لقيتش كده. يعني هم عملوا نوع من ايه، نظام التوليفة معينة لهدف معين، عشان الأب الزعيم الكبير المخلوع يبقى موجود جنب أولاده يقوموا بيه. ما عملنا إيه؟ يعني هينتقل من المركز العالمي الخمس نجوم إلى السجن تحت رعاية أولاده. هل هم هيسيبوا أولاده إنهم مش هيزوروه؟ ده هم بالعكس هيبقوا مرافقين للسيد الرئيس المخلوع. وبالتالي هذا الكبريئة لابد من إعادة النظر في هذه، في توزيع هؤلاء الفاسدين على هذه السجون. طيب الخبر الثالث اللي معانا من المصري اليوم الصفحة الأولى، لجنة تقصي الحقائق تجمع أدلة المؤامرة، مذبحة بورسعيد مدبرة بعناية. ما دي من إيجابيات. ما ده كله ما دي ده إحنا ما دي من إيجابيات
احنا عندنا المكان الشرعي الوحيد هو البرلمان، ولأول مرة احنا زمان كنا بنطلق حاجة بنقول اي عايز يعني اي قضية تضيع اعمل لجنة، ولكن انا فوجئت بهذه اللجنه، لجنه تقصي الحقائق اللي يعني شكلها البرلمان الثوره، هذا البرلمان اللي هو انا يعني بتنبأ له انه يعمل حاجه في الايام القليله القادمه، تنبأ ان هناك مذبحه مدبره يعني من جانب فلول او انصار فلول الحزب الوطني، وبالتالي علامه استفهام كبيره جدا على هناك اتجاه لجنه السياسات في الحزب الوطني، مش عايز اقولها كلها فاسدين، ولكن غالبيتهم كانوا منتفعين من النظام السابق، وبالتالي من مصلحتهم إزالة القلاقل، يعني إحداث القلاقل في المجتمع هو ما حدث في مذبحة استاد بورسعيد، وبالتالي تحولنا إلى يعني علامات استفهام كتير جدا وعلامات تعجب كبيرة جدا على ما يحدث في الأحداث في الأيام الأخيرة من جانب فلول الحزب الوطني. طيب، الخبر الرابع من المصري اليوم: الاستشاري يهدد بتعليق جلسات اذا رفض العسكري تبكير الرئاسه وتطهير الداخليه. يعني انا هربط هذا الخبر اللي نشر ايضا في جريده المصري اليوم النهارده، خبرين مرتبطين ببعض. هو الاستشاري اللي بيهدد بتعليق جلساته اذا رفض العسكري بتبكير الرئاسه وتطهير الداخليه، وفي الوقت اللي فيه الاخوان المسلمين اللي هم مهيمنين على البرلمان متمسكين بجدول العسكري وتجهيز مشروع لاجراء الانتخابات الرئاسيه. يعني احنا قاعدين برضو احنا عايزين بعد الثوره نبقى ايد واحده. انا ملاحظ ان الاستشاري في اتجاه والاخوان في اتجاه اخر، احنا عايزين نتلاقى عشان الثوره يعني تنتقل الى جدول اعمال جديده تقودنا الى مصر الجديده، نعيد بناء مؤسساتنا الدستوريه ومؤسساتنا الاخرى، اهم حاجه الرئاسه الفتره الجايه. يعني نصبر النهارده، اصلنا 150 يوم، هنفترض ان 30/6 150 يوم تقريبا هيبقى في المجلس العسكري، ادى فرصه للشعب او ادى فرصه لحد فرصه 30/6 عشان يعيد النظام البلد، وهو يعني نتمنى وانا مع اني ندي فرصه للمجلس العسكري حتى المده اللي هو اداها، لان احنا عندنا خلل امن حاليا الوقت. يعني حضرتك بتقول ان المجلس العسكري يفضل مستمر لحد انتخابات، لان عندنا خلل الداخليه وقعت، يعني الداخليه كداخليه امن، ما فيش امن، ولكن الامن الوحيد عندنا او للشعب حمايه هذا الشعب هو المجلس العسكري متمثلا في قواتنا المسلحه، اللي احنا نعتبر القوات المسلحه او الجيش والشعب ايد واحده، ونتمنى ان نديهم فرصه، وكلها زي ما انا قلت حوالي 150 يوم، ونديهم فرصه ومش مشكله ايام يعني. تمام. الخبر الخامس: مصر تصر على اخضاع جميع المنظمات الحقوقيه لاجراءات القانون. وده بقى بيقودنا النهارده في مؤتمر صحفي ان شاء الله بعد العصر هيعلنوا فيها ان في 43 منظمه وفي 19 اجنبي متهمين في موضوع تمويل الجمعيات الاهليه، وهناك تفاصيل اخرى سيعلن عنها في حينه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. الخبر السادس خلاص احنا قلناه مع السابع من الأهرام: للمرة الثانية عشر تفجير خط الغاز الطبيعي المتجه إلى الأردن وإسرائيل. أنا بقول من المكان ده سيحدث في الفترة في الأيام القليلة القادمة كارثة كبيرة في شمال سيناء. في هناك عملية كبرى سيتم تدبيرها خلال الأيام القادمة، وبعلنها لأن كان هذا تفجير خط للمرة الـ 12 كان ردا على ما قيل او ما قيل مسرع مش مسرع وفاة احد المتهم الرئيسي في القضية في السجن، وقيل انه هبوط في الدورة الدموية، وهيكون عملية انتقامية كبيرة. وانا بحذر من النهاردة ومن هذه اللحظة القوات الامن والجيش ان تتيقظ لهذه العملية دي في خلال الايام القادمة، لان هتبقى عملية كبيرة جدا. هناك بدو سيناء برقوا يجهزوا نفسهم، وده اول يعني مش عايز اقول الغيص، يعني اول الشر بدا فعلا. وانا بحذرهم لازم يستعدوا لهذا اليوم، ويكون هناك يقظه من جانب الامن والجيش متمثلا في المجلس العسكري. خبر تاني لفت نظر حضرتك في الجرايد اليوميه وما كانش معانا النهارده. والله انا في كتير اخبار، انا يعني باختصار يعني
في لا ده لا ده بالتفاصيل اللي كنت بتكلم عليها عن احاله 43 متهما بينهم 19 امريكيا للجنايات في قضيتي التمويل الاجنبي. وده اللي هيعمل ازمه بين مصر وامريكا الفتره الجايه، لان في حوالي 19 امريكي 19 امريكي، يعني هيعمل ازمه سياسيه في الفتره الجايه. واحنا بنعتمد على امريكا في ايه؟ المعونات المعونات العسكريه. هو فعلا بيهددوا بقطع المعونات عن مصر. يعني دي مهمه. يعني انا بتكلم كمان هناك برضو يعني في اخبار جديده برضو، يعني وزير الداخليه يصدر قرار بتجهيز مستشفى طرى لاستقبال مورخ. الخبر ده انا برضو أنا مرتبط باحد الاخبار. كانوا فين في الفتره اللي فاتت؟ ما جهزهاش ليه؟ وكان هناك يعني قيل اكثر من مره انه سيتم نقله الى مستشفى طرى لاستقبال مبارك، ولكن لم يتم. يعني احنا عايزين نعمل شو اعلامي؟ لا، المفروض ان هذا المستشفى، بيفترض ان هذا المستشفى يكون جاهز على مدار الايام القليله القادمه، لان هو اصبح متهم قدام الشعب ولابد ان يوضع في هذا السجن غيره كمتهم في هذه القضيه، وهي قضيه قتل المتظاهرين. طيب تمام. الكاتب الصحفي محمد زكي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد، نورتنا النهارده في نهارك سعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. أهلا بيك. مشاهدينا خلصت فقره الصحافه، بس لسه مكملين معاكم بقى في فقرات نهارك سعيد بس بعد الفاصل.